إذن كيف كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في قناة الشعب، فالنتيجة هي 2-0 لصالح فريق المغرب التطواني ضد شباب سولم الرياض. إذن 2-0 اللي تمكن من تسجيلهم فريق المغرب التطواني في شباك حارس مرمى شباب السوالم الرياضي. متابعينا الكرام، هذه اللحظات فضربت خطيرة لفائدة فريق شباب سولم على مشارف العمليات، والحارس متمكن من الصد ديالها. متابعينا إذن كيف قلنا متابعينا الكرام، فلا جادت جماهير فريق المغرب التطواني يعني كتشجع الفريق ديالها باش انه يضيف الهدف الثالث في انتظار متابعينا الكرام. طبيعة الحال اننا نشوف ردة فعل كذلك ديال شباب السوالم اللي مازال كيدفعوا باش انهم يسجلوا يهاجموا عفوا باش انهم يسجلوا الهدف الاول لتقليص الفارق. باجي ومامادو متابعينا الكرام، باجي ومامادو في هذه اللحظات متابعينا الكرام، متابعي قناه شوف تي قناة الشعب، فغادي يتبدلوا باحد اللاعبين كيف كتشاهدوا معنا من خلال الصور التي تاتيكم حصريا على قناه شوف تي قناة الشعب. يعني هذا خبر كنفرد به قناه شوف تي قناة الشعب في هذه اللحظات، فغادي يدخل كل من باجي ومامادو متابعينا الكرام.
إذن هذه الأجواء متابعينا الكرام كيف كتشاهدوا، فهذا هو الحضور الجماهيري اللي حاضر اليوم هنا في مدرجات ملعب صن ياسر الملك كيف كتشاهدوا، في ظل غياب كل من أونتراسيين بري بالوما ولوس ماتادوريس. متابعينا الكرام نتمنوا إن شاء الله أنه في قادم الدورات أننا نشوفوا يعني الحضور ديال اولتراس سيمبري بالوما اولوس ماتادوريس ان شاء الله، باش ياتوا ملعب سان ياترمل ونشوفوا نسمعوا الاهاجيج ديال والاناشيد ديال هاد جوج ديال اولتراس ديال فوندو نورتي. متابعينا الكرام الإشارة فجماهير شباب السوالم المتابعين الكرام فهي غائبة تماما على هذا الماتش كيف كتشاهدوا معنا، فما كاينش جماهير ديال شباب السوالم كيف كتشاهدوا معنا من خلال هذه الصور التي تأتيكم حصريا على قناة شوف تيفي قناة الشعب. وهذه الجماهير ديال فريق المغرب التطواني اللي حاضرة في ظل غياب أولتراس سيمبري بالوما ولوس ماتادوريس اللي مجمدين النشاط ديالهم الى حدود الدورة السابعة من البطولة الاحترافية القسم الممتاز. متابعينا الكرام والنتيجة كيف كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام 2-0 لفائدة فريق المغرب التطواني والدقيقة 59 من عمر هذا المقابلة عمر هذا الماتش اللي كيجمع ما بين فريق المغرب اتلتيك تطوان وشباب سوالم الرياضي.